بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل الجزء الثاني من محاضرة الـ opportunistic mycosis اللي هي الأمراض الفطرية الجهازية. الآن حديثنا هيكون عن نوع آخر من الفطريات aspergillosis. طبعا systemic infection وين ممكن أن يحدث بالاسبرجيلوسيز؟ في الناس اللي كنا حكينا زي ما حكينا قبل في الكانديدياسيز، وانه غالبا هذه الكريبتوكوكوسيز انه هاي تصيب مين؟ الناس اللي عندهم ضعف في المناعه. وهنا بالفعل نفس الحاجه الاسبرجيلوسيز، مين الناس المعرضين لهذا النوع من السيستميك انفكشن بالاسبرجيلوسيز؟ في الاميونو كومبرومايز. وممكن ايضا ان يحدث الامر مين كمان؟ في الاميونو كومبيتنت انديفيديوال. هذا يعني انه هناك ايضا الاميونو كومبيتنت، يعني الناس اللي اصحاء ولديهم مناعه جيده، يمكن ان يكون الاسبرجيلوسيز عليهم اثر. ولكن الاثر الكبير وين التاثير الكبير للاسبرجيلوسيز؟ على الناس اللي ايش؟ اللي عندهم ضعف في المناعه. تمام. طب كيف ممكن يحدث الانفكشن؟ انفكشن يحدث من خلال مين؟ انهيليشن اوف كونيديا. كيف ممكن يحدث الانفكشن؟ من خلال direct entry through wounds or during surgery، يعني من خلال الانهيليشن اوف الكونيديا، او من خلال دخولها عن طريق من الجروح، او من خلال العملية الجراحية. طيب لو جينا على important species من الاسبرجيلوسيز اللي بتسبب اسبرجيلوسيز، في عنا اسبرجيلس نايجر، اسبرجيلس فيموغوثاس، واسبرجيلس فلافوس. ايش الريسك فاكتورز؟ كما تحدثنا عن في محاضراتنا السابقه في الكانديدياسيز عن الريسك فاكتورز، ايضا هنا في عند ريسك فاكتورز. النوع الشيء الهام جدا في الريسك فاكتورز اللي هو مين عندي؟ الاميونو سبريشن، انه يكون عندي المناعه ايش مالها؟ ضعيفه، مثل دايابيتس ميليتس، اكسوجينيس انفلاميشن، انهيليشن اوف سبورز. كذلك ممكن ان يكون من خلال مين؟ inhalation of spore by atopic host، خصوصا ناتج عن مين يكون الامر؟ ناتج عن allergy، عن حساسيه او hypersensitivity reaction، برضه هذا يعتبر risk factors. يضاف الى ذلك في الريسك فاكتورز اللي هو من خلال ingestion of products contaminated with aspergillus toxin، من خلال الانجشن لمين؟ للمنتجات التي تلوثت بمين؟ بالاسبرجيلس توكسين. مثال على ذلك ومحاضرة هنتحدث عن ذلك في المحاضرة الأخيرة اللي هي مايكوتوكسينز، ولذلك يطلق عليها الأمراض التي تصيبها مايكوتوكسيكوزيس. مايكوتوكسيكوزيس هيباتو سيلولار اند كولون كارسينوما. هذه كلها اللي تحدثنا عنهم يعتبروا ريسك فاكتورز للاسبرجيلوسيز. طب لو جينا على الجنرال فيتشرز، وين بلاقيها ريزرفوار موجوده لهي النوع من الفطريات؟ في الهواء، او بلاقيها موجوده على شكل سابروفايت في الهواء، او وين بلاقيها موجوده؟ في التربه. الباثوجينيستي فاكتورز زي مين عندي الباثوجينيستي فاكتورز؟ الهايفي والفوسفوليبيدز. الانفكتد تيشيو المعرض للاسبرجيلس غالبا ما يحدث فيها فاسكولار انفيجن، تمام، غزو للاوعيه، وثرومبس، وانفاركت، وايش كمان عندي؟ بليدنج. هذه الانسجه التي معرضه لان تصاب. ماكروسكوبيكالي كيف شكلها؟ باودري، شكل المستعمرات او شكلها حتى ماكروسكوبيكالي لو طلعت في مكان وجودها بتكون باودري مولد كولونيز. كلر اوف سبورز فيريز، نجد انه لون السبور يختلف من مين؟ من نوع الى اخر. لون السبور يعتمد على من نوع الى مين اخر. لو جينا طلعنا الميكروسكوبي ايش بلاقيها؟ من المميزات تحت الاسبرجيلس تحت الميكروسكوب كيف بتبين معايا؟
سبتيت هايفي، طبيعة الهايفي بتكون سبتيت، موجود سبتيت حواجز فيها الهايفي، بتكون عندي على شكل مين عاملة ديكوتوماس برانشينج فيزيكيول فياليد مايكروكونيديا، كل هذه الأشياء يمكن أن نجدها في الإسبرجيلس لو طلعنا على الفيجرز اللي شرحناها قبل هيك، وتوضح لنا هذه الأمور بشكل أكثر تفصيلا. هي عندي كمان هي صورة واضحة للكلام اللي بنحكي فيه. هي عندي كونيديا، هذا الكونيديا هي الموجود عندي، كونيديوجينا سيلز اللي بنطلق عليها الفياليتس، هي هذا بنطلق عليها الفياليتس. هنا عندي سبورتينج سيل، هي بنطلق عليها هاي سبورتينج سيل اللي هي برانش اوف ميتيولا. هنا سولوين ابيكس، هذه سولوين ابيكس اوف كونيديو 4 اللي هي عباره عن فيزيكال، وهذه اللي هي كونيديو 4، وهذا يعتبر البيزال بارت، الجزء القاعدي من مين؟ من الكونيديو 4، بيطلق عليها فوت سيل. هذه الرسمه مهمه لان هذه بتفصل لي ايش تفاصيل الاسبريجيلس من حين وجودها على البيزل بارت للكونيديو 4 لحد ما نطلع فوق ونشوف مين الكونيديا. فهذه صور مهمه جدا. لو جينا على كلينيكال تايبز اللي بنلاقيها في الاسبريجيلوسيس، زي مين عندي؟ زي بالمونري اسبريجيلوسيس. البالمونري اسبريجيلوسيس في عندي في ذلك 3 كاتيجوريز، تعتمد على انه هل الهوست عباره عن اتوبيك او عنده ضعف في المناعة immunocompromised. لو جينا على النوع الأول منها البالمونري أسبرجيلوسيس، قلنا ثلاث كاتيجوريز. لو جينا على رقم واحد إيش في عندي؟ أليرجيك. في بعض الناس إيش بنلاقي عندها؟ عندها حساسية للأسبرجيلوسيس. إيش بنطلق عليها؟ أسبرجيلوس أزمة. وغالبا بنلاقيها هذه موجودة عند مين؟ الناس اللي أتوبيك individuals، واللي كذلك الانهيليشن اوف سبورز. هذول الناس غالبا نجد عندهم اعراض للاسبرجيلس ازمه. في عندي ايضا في الكلينيكال تايبز الليرجيك برونكوبالمونري اسبرجيلوسيس، غالبا بنلاقيها هذه في هذه الحالات في عندي ريبيتد اند هيفي اكسبوجر لمين بشكل اساسي؟ للسبورز. ايش ممكن الاقي في عندي من ضمن الاعراض الموجوده لمثل هذه الحالات؟ ممكن الاقي ماليسيا، ممكن الاقي فيفر، في عندهم حراره كذلك، والبريث ليستلس يعني في كمان التنفس عندهم بلقي يضيق. اوبستراكتيف اسبرجيلوسيس في مراحل متقدمة من بعض الأمراض نجد عندي obstructive aspergillosis. إيش عند obstructive aspergillosis؟ هنا غالبا بلاقي عندي plugs of entangled mycelia، تمام. وإيش كمان بلاقي عندي؟ mucus block segment of lung tissue and even entire loop، كله ممكن ألاقيه في عندي مصاب في هذا في الاسبريجيلس. يعني غالبا بنلاقي بلاجز من المايسيليا، وممكن نلاقي ميوكس بلوك سيجمنتس في وين؟ في الانسجه الرئه او في الانتاير لوب في الرئه بشكل كامل. ايش بلاقي عند المريض من اعراض واضحه عليه؟ بلاقي عنده برودكتيف كف، في عنده جحه، وجحه بتطلع بلغم. لما اقول برودكتيف كف معناتها جحه مصحوبه ببلغم. ولو جيت انا اخذت العينه هاي السبوتم اللي طلع معايا وطلعت عليه تحت الميكروسكوب، ايش حلاقي؟ حلاقي عندي اسبرجيلس هايفي، اسبرجيلوما. هنا في عندي ايضا نقطة هامة من ضمن الاصابات من الاسبرجيلس، في عندنا الاسبرجيلوما واللي طبيعته نان انفيزيف، غالبا بنلاقيها وين تحدث؟ colonization in pre-existing cavity، يطلق عليها tubercular.
وتأخذ كيف هذا الشكل. الأرنب أسبرجيلوما عبارة عن شكل ماس أوف فانجال مايسيليا، محاطة بمين؟ لو طلعته بالدنس فايبرس، لو طلع في الرسمة بشكل واضح، هيها محاطة بمين؟ ب دنس فايبرس وول، هذه اللي بنطلق عليها يسمى بمين؟ بالفانجس بول. السوليتري تبعها تقريبا قديش؟ من 8 ل 10 سنتي. فإذا من ضمن الأشكال التي تأخذها اللي هي الأسبرجيلوما اللي هي نون انفيزيف، وبنلاقيها موجودة في بري اكزيستنج كافيتي في التبيركولار. ايش الشكل تبعتها؟ بتاخذ شكل مين في حالات الأسبرجيلوما؟ بشكل مبسط وسهل، الفانجل بول او الفانجس بول، اللي عبارة عن ايش الفانجس بول؟ زي ما انتم شايفين عبارة عن ماس من الفانجل مايسيليا محاطة بدنس فايبرال وولز، هذه هي عبارة عن الفانجس بول. في عندي ايضا انفيزيف اسبرجيلوسز، وهذه طبعا هي الاصعب فيهم، اللي هي مسؤولة عن مين؟ عن سرعة انتشار وزيادة عدد الوفيات أو تؤدي إلى الوفاة. غالبا نجد أنه في مثل هذه الحالات وين بصير الانتشار؟ يصل لمين؟ يصل الكلية، ويصل أيضا وين عندي؟ البرين. فإذا أخطرهم عندي مين؟ الانفيزيف اسبرجيلوسيس. هاي عندي صور موضحة ل الاسبرجيلس ممكن يعمل زي ما حكينا رزو لمنطقة مين؟ في عندي اكسترا بالموناري اسبرجيلوسيس، وين ممكن الاسبرجيلس الاقي اثرها؟ وين موجود؟ في اماكن اخرى. زي وين؟ زي السي ان اس، سنترال نيرفس سيستم، البري نيزل ساينس، وين كمان بلاقيها عندي؟ في السكن، في الاندوكارديوم، في الامبريور كاردياك سيرجري. كل هذه الاشياء معرض ان الاقي فيها عندي اسبرجيلس، بالاضافه الى ميسلينيوس فورمز. زي مين على سبيل المثال؟ زي الاي اوكيولومايكوسيس، والاير اوتومايكوسيس، والنيل اونيكومايكوسيس. من حيث اللاب دياجنوسيس، لو جينا على اللاب دياجنوسيس، نجد انه الاسبرجيلس تعتبر كومن لاب كونتامينانت، عشان هيك ريبيتد ايزوليشن فروم سبيسيمن از مانداتوري، عشان هيك عمليه عزلها بشكل مكرر من العينه يعتبر اجباري، لان هي في حد ذاتها تعتبر اللي هي الاسبرجيلس كومن لاب كونتامينانت، فيجب نأخذ في هذا العين في الاعتبار، بمعنى أنه ما يكونش نحصل على false positive result. سبوتم العينات حسب مكانها، أكثر عندي مكان زي ما أنتم شفتوا وين، في مكان في اللنج سبوتم برونك ألفيولار لافاج تراكيو برونكيال بايوبسي، كل هذه تعتبر عينات يمكن أخذها للفحص. من حيث الدايركت اكزامينيشن، الويت ماونت ايش عندي؟ 10% كي او اتش، ممكن استخدم الكي او اتش هذا اكسيد البوتاسيوم، او الكالسيفور وايت ستين. ايش الشغلات اللي بتوقع ان انا اشوفها؟ اللي هي هايلاين سبتي تايفي، طبيعه تبين معي بشكل واضح سبتي تايفي، اكيوت انجل الزاويه بتكون تقريبا 45 برانشنج اللي فيها الهاي في الاليمنتس. فانجل كلتشر، لو جينا عملنا الزراعة grow easily and quickly وين؟ في روتين ميديا. ايش الميديا اللي بتلموا عليه؟ سبارودز ديكستروز اجار without اكتيديون. ايدنتيفيكيشن، كيف ممكن نعمل ايدنتيفيكيشن؟ من خلال اللي هو اندكشن اوف سبوريوليشن on the following media. ايش الميديا؟ زي مين على سبيل المثال؟ كاسباكس دوكس اجار، وعندنا 2% مالت اكستراكت اجار، وهنا بناخذ في عين الاعتبار انه الكولوني كاركترستيك والمورفولوجي
أيضا بتساعد في عملية الايدنتيفيكيشن لنوع الفطر المسبب اللي هو السبيرجيلا سبيشيز. إيه لو طلعنا هنا بنشوف كيف شكل الكالتشرال كاركترستيك لمين؟ للاسبرجيلس. اظن واضح شكل المستعمرات البكتيريه اللي بتاخذها الاسبرجيلس. واذا بتتذكروا لما شرحنا قلنا انه شكلها يختلف من نوع الى نوع، مثلا النيجر طلع لونها على سواد، الفلافوس لونها اخضر، فوميجيتاس لونها على بياض. فاذا ملاحظ من حديثنا انه الكالتشرال كاركترستيك فور ايتش سبيشيز they are differ from each other. طبعا هذا شكلهم اللي بيظهر ايش تحت الميكروسكوب، كيف يظهر كل منهم. فهذه المعلومات مهم نعرف انه الاسبرجيلاس حسب انواعها تختلف على طيب نيجي الان لمين؟ للميكورومايكوسيس. الميكورومايكوسيس عباره عن انفيزيف ديسيز بسبب اللور فانجاي اللي هي مجموعة الزيجومايسيتس. هذه اللي هي اللور فانجاي. وين بلاقيه موجود هذا النوع من الفطريات؟ ممكن الاقيه في اصناف الطعام، وممكن الاقيه موجود في فود ايتمز، ممكن الاقيه موجود في السويل، وايضا في وين؟ في الاير، في الهواء. وهو يعتبر ايضا لاب كونتامينت، يعني لو انا في المختبر ممكن اعزل هذا النوع من الفطريات. ريبرودكشن، طبيعة التكاثر لهذا النوع من الفطريات. ايش التكاثر تبعه؟ اسيكشوال. ومين كمان عندي؟ سيكشوال اللي هو عندي انا سبورانجيو سبور ويدن سبورانجيوم، وفي عندي سيكشوال سينجل دارك ثيك وولد سبورز كولد زيجو سبورز. اذا واضح من حديثنا الان اللي في الاسيكشوال سبورز ايش الشكل اللي بتاخده؟ عباره عن سبورانجي سبور بتكون موجوده في سبورانجيوم. اما سيكشوال بنلاقيها عباره عن ثيك وولد سبورز بيطلق عليها زيجو سبورز. هذه التسميات مهمه انه كيف شكل الاسيكشوال وكيف شكل مين عندي السيكشوال. تمام. ايش بتشمل هذه الجينرا الآتية؟ إيش الأنواع الآتية؟ ميوكر، ريزوبس، هاي ميكورومايكوسيس. إيش بتشمل الأنواع الثلاثية؟ اللي هو ميوكر، ريزوبس، أبسيديا، وإيش كمان عندي؟ روزوميوكر، ريزوميوكر. طبعا هدول الميوكر والريزوبس والأبسيديا والريزوميوكر بنفرقهم عن بعض اعتمادا على مين؟ التفرقة عن بعضهم البعض. نجد أن نستطيع أن نفرقهم باعتمادا على مين؟ على المورفولوجي. وغالبا بنلاقيهم موجودة في ما في أي حالات بنلاقيها موجودة. أكثر شغلة ممكن نلاقيها موجودة في الديابيتيك بيشنز اللي عندهم كيتو أسيدوسيز، بحيث أن هدول الناس بيكون عندهم هاي جلوكوز وأسيدوتيك كونديشن. هذه الأسيدوتيك كونديشن إيش مالها؟ تفضل نمو هذا النوع من الفطريات. فإذا عشان هيك بنلاقيها هذا النوع من الفطريات وين بنلاقيه موجود؟ في الديابيتيك بيشنس والكيتو اسيدوزز. طب لو جينا على كلينيكالي ايش وين بلاقي عندي الالتهابات ممكن تحدث؟ واللي غالبا يمكن ان تحدث وين عندي؟ برايمري بشكل اولي، ممكن تحدث في الابر ريسبيراتوري تراكت. وين كمان ممكن تحدث؟ في النوز، في الانف، من خلال الانهيليشن. ايضا يمكن لهذا النوع من الفطريات وين كمان يروح عندي؟ رينوس سيريبرال، وغالبا هذا يعتبر اللي هو كومونست شائع وفولمنت تايب، هذا النوع اللي يعني اشد وطأة بلاقيه منها في الاصابه. غالبا ممكن الاقيه كمان عندي في النيزل ميوكوزا اللي هي مثلا على سبيل المثال توربينيت بونز، في البيري نيزل ساينسز، في الاوربت، في البلات، في البرين، كل هذه الاماكن وارد جدا الاقي فيه عندي هذا النوع من الفطريات. هذه اللي احنا قلنا عنها رينو سيربرال. رينو سيربرال وين الاماكن اللي ممكن يكون موجود عندي فيها؟ بالموناري، في منطقة مين؟ الرئة، كوتينيوس جلدي. كذلك وين ممكن نلاقيها موجودة عندي؟
disseminated. وين ممكن يصير لها dissemination؟ dissemination في اللنج، الكدني، البرين، الهارت، الجي اي تي. اذا صار واضح جدا وين مناطق اللي هي clinical types للإصابة بهذا النوع من الميوكوروميكوسيس، رينو سيريبرال، بالمونري، كوتينيوس، disseminated. laboratory diagnosis، كيف بنشخص هذه الحالات من الميكوروبايكوسيس؟ العينة مثل على سبيل المثال نيزل ديشارج، سبوتم، بلغم، بايوبسي، كل هذه تعتبر من ضمن العينات التي يمكن أخذها لتشخيص الحالة المرضية. من حيث الكيو اتش، ايش اللي حلاقيه أنا موجود معاي وبيظهر في الكيو اتش؟ عبارة عن برود اسيبتوت اسيبتيت ريبون لايك هايفي، سبتيت هايفي غالبا بنلاقيها موجودة عندي الريجولار برود سبتيت هايفي، وعند الرينج تبعت الانجل تبعتها تقريبا قديش 90 درجة مئوية ات الريجولار انترفلز، طبعا يعني مش بشكل منتظم، يعني بلاقيها شوية عاملة هيك وبعدين بتروح على، يعني ليست تظهر بنفس الشكل، هي الريجولار بتلاقيها بشكل غير منتظم يعني. تمام. سبيشال ستينز هيماتوكسيلين اند ايوسين والجي ام اس، هذه طبعا اللي هي الستينز اللي احنا بنعملها لصباغة الانواع المختلفة للميكورومايكوس. وفيما يتعلق بالفانجل كلتشر، لو جينا على الفانجل كلتشر ايش طبيعته؟ زي ما احنا شايفين في الشكل اللي موجود امامنا، ايش طبيعتها؟ بتكون عبارة عن ايش موجودة؟ كوتيني دنس فلوكوسيس كوليني، اللي هي عبارة عن مستعمرة قطنية كثيفة ومتخثرة. مين من الصبغات المشهور وبعطي نتائج حلوة جدا في التعرف؟ اللي هو لاكتوفينول كوتون بلو ماونت فور مايكروسكوبيك ديتيلز اند سبيشيز ايدنتيفيكيشن. شايفين ايش لها دور مهم عندي اللاكتوفينول كوتون بلو؟ ان انا بتعطيني ايش؟ هذه الجملة كتير ممتازة، ان ايش بستطيع ان استفيد من خلالها؟ اتعرف على الديتيلز واستفيد منها ايضا اللي هي مين؟ سبيشيز ايدنتيفيكيشن، تعريف هي عندي انا زي ما انتم شايفين كيف شكل كل من انواع الميكورومايكوسيس، ميوكر، ابسيديا، ريزوبس. تمام. وحكينا انه الستينز زي الجي ام اس تعطينا حتى صور اوضح، جي ام اس اللي زي جروكوت بتينامين سيلفر بطلع لي نتائج حلوه. التريتمنت اوف بروفيلاكسز، لو جينا على التريتمنت والبروفيلاكسز، عباره عن مرض مهدد للحياه، ليف ثريتنينج كونديشن فور كونكوميتمنت ابروتشز، في شغلات يجب الالتزام فيها من حيث rapid correction of underlying predisposing condition، زي مين على سبيل المثال؟ زي الديابيتيك كيتو أسيدوسيس، بعض الكلام حكيناه بالتفصيل الآن، هذول الناس عرضة للإصابة بالميكوروميكوسيس، فيجب أن يكون في عندي rapid correction لهذول بحيث أنه يعتبر predisposing factor للإصابة فيه بهذا النوع من الفطريات. 2 سيرجيكال ديبريدمنت، اذا كان في عندي اشكاليه موجوده تركت، فيجب انه سيرجيكال ديبريدمنت اوف نيكروتايزنج تيشو، النسيج اللي صار فيه نيكروسيس ان اعمل له اصلاح جراحي وتعقيم في مكانه. ممكن استخدم في بعض الحالات المرضيه من علاج انتي فانجل بس مش ازولت. يمكن ان نستخدم في بعض الحالات adjunctive therapy with hyperbaric oxygen، استخدام مين عندي؟ الهايبرباريك اوكسجين. من حيث الايديال تريتمنت لمثل هذه الحالات المرضيه اللي هي عندي من خلال مين؟ من خلال السيرجيكال ديبريدمنت، الاصلاح الجراحي، واستخدام اي في بعطي اللي هو امفوتريسين بي، استخدام الامفوتريسين. بنسيلوسز، لو جينا على المنسيلوسز،
بسببها مين؟ كلياتنا سمعنا في فطر البنسيليوم مارنيفي. عبارة عن إيش هذا النوع من الفطريات؟ عبارة عنه، هذا الكلام نحفظ التعريف جيدا، الصح وخطأ والتعريفات هذه بهمنا، هذه الجمل نأخذها في عين الاعتبار. عبارة عن دايمورفيك فاكالتيتيف انتراسيلولار فانجاي. نركز في المعلومات جيدا، وزن مفهومة بشكل جيد جدا. Only species of the genus Penicillium cause infection. فقط اللي هو نوع البنسيليوم اللي يمكن أن يسبب اللي هو الالتهاب. وأيضا يعتبر هو third most common AIDS related opportunistic infection after TB and cryptococcosis. يعني هو يعتبر لمرضى الإيدز هو ترتيبه الثالث من حيث الأمراض اللي هي مرتبطة بالopportunistic infection غير التي بي والكريبتوكوكوسيز. والآن الحديث عن مين؟ عن بينيسيلوسيز، أي الثاني التي بي كريبتوكوكوسيز، ومين عند الآن؟ بينيسيلوسيز. إبيديميولوجي، روت اوف ترانسميشن، كيف ممكن ينتقل؟ عن طريق الانهيليشن اوف كونيديا، انجستشن، ايتينج راتس. وطبعا في بعض خصوصا في الصين فيتنام في هذه الاماكن ممكن انهم يتناولوها كاكل، في تشاينا على سبيل المثال eating the rats. rats فاهمين انت طبعا شو هي، الفئران الكبير اللي بنسميها العرس. direct inoculation of skin. ايش بقول لي؟ وجدوا انه البامبورات تحمل الهيمين عندي بنسيليوم مارنيفي in their internal organs. في بعض انواع الرات اللي بكلوها هذه ايش بتحمل؟ نوع البنسيليوم وين؟ ضمن أعضائها الداخلية في الانترنال أورجانز تاعتها. فعلى ذلك وجدوا أنه ممكن أعزله من مين هذا النوع من الفطريات؟ من الفيسز. وين كمان ممكن نعزله؟ من السويل سامبلز from their burrows، من عينات التربة أيضا. باثوجينيسيز وباثولوجي، وين عندي مكان الإصابة الأكثر تعرضا؟ reticular endothelial system، ويعتبر the primary site of infection، أول مكان معرض للإصابة. طب لو جينا على الهيستولوجيكال باترن للإصابة بهذا النوع من الفطريات، إيش بقى ألاقي عندي؟ granulomatous suppurative قيحي، بحيث وين بلاقي عندي multiple abscess موجودة، وين ممكن يترك أثره؟ في مين؟ في اللنج، في السكن، subcutaneous tissue of immunocompetent individual. وطبيعتها زي ما حكينا necrotizing، ونجد ذلك في مين أكثر شغلة موجودة؟ الناس اللي عندهم ضعف في المناعة. هذه هي الباثوجينيسيز. حكينا reticular endothelial system هو primary site. إيش الهيستولوجيكال باترن؟ حكيناهم الثلاثة: granulomatous, suppurative, necrotizing. Laboratory diagnosis، من حيث اللاب diagnosis. Clinical diagnosis difficult as symptoms are very similar to other pathogen. يعني التشخيص الكلينيكي صعب، حيث انه الاعراض تبعته بنلاقيها مشابهة الى حد كبير لانواع من الفطريات الاخرى زي مين؟ زي هيستوبلازما كابسوليتم. طب ايش في شغلات بتعطينا presumptive diagnosis لإلها؟ زي مين؟ yeast forms with the cross walls in biopsy، بلاقيها في البيوبسي واضحة معي. CD4 عند هذول الناس ايش بلاقيها؟ واطية. قديش بتبلغ؟ تقريبا اقل من 50 سنت بير ملي متر مكعب. تمام، اذا حتى اني اكمل الحديث بقول انه حتى نصل للتشخيص الديفينيتيف التأكيدي لذلك، ان انا باستطيع ان اقوم بمين في مثل هذه الحالات؟ نقوم بعمل
direct demonstration and isolation of organism in culture. يعني بقوم في ايش؟ بعزل هوين في المزرعة. يعني من خلال طبق المزرعة بستطيع ان اتعرف. Direct examination. مين عندي من الصبغات؟ عندي rights gem stain of skin. Biopsy. ايش بطلع معاي؟ septate yeast like cells. التشو بستخدم بريوتيك اسيد سكيف. ممكن استخدم اللي هي جي ام اس ستين اللي هي جروكت ميثنامين سيلفر. ممكن نعمل ايضا لمزيد من التفصيل بالتوضيح نستخدم اميونوهيستوكيميكال اسي. نعمل عينات طبعا البريفرال بلاد سبير بناخدها من مين؟ من مرضى الايدز وبنفحصها حتى نتابع تشخيص مثل هذه الحالات المرضية. كلشر وين ممكن ازرعها؟ بزرعها من عينة مين؟ من عينة البلد. وين بزرعها؟ من عينة البلد السكن البون مارو السبوتم الليمف نود البلورال فلود اليورين البرونكو الفولار رافاج. وين بازرع؟ على مين؟ عصبروز ديكستروز اجار وبلاد اجار عند درجة حرارة قديش؟ 25 درجة مئوية. ايش الشغلة المتعارف عليها في عينات البنسيليوم؟ كيف بلاقيها بتظهر معاي؟ اللي هي woolly pigmented colony والريفيرس is bright rose color. لو جينا اطلعنا على الريفيرس وهذا كتير احنا بنستخدم في التشخيص. لو اطلعنا بتطلع على الريفيرس في الريفيرس بنلاقيه bright rose color. في حيث لو جينا اطلعنا تحت الميكروسكوب ايش بلاقيها شكلها؟ هايلان شورت اسبتيت هايفي زي ما انتم شايفين with branching. طبعا عامل branching بحيث انه في عندي بشكل واضح. ولو طلعنا على الشكل الموجود عندي brush like conidia for bearing conidia. وهذا الكلام لو طلعنا على الشكل الموجود امامنا هاي موجود عندي بشكل واضح. فهذه الأشياء كلها بستفيد منها في تشخيص الفطر المسبب. تمام. وهنا الشكل تبعها على مين؟ على الكلتشر. كلتشر عند 37 سابروز ديكستروز أجار برين هارت انفيوجن أجار 5% شيبو بلاد أجار بيز ميديوم. طبعا ايش بلاقيها عامله المستعمره؟ بتاخذ شكل مين؟ وايلد تشوك لايك. مين بستخدم في الصباغه وبتعطيني تفصيل موضح في الصباغه زي ما قلنا قبل شويه؟ لاكتوفينول كوتون بلو. بحيث انا بستطيع التعرف على مين؟ اتعرف على مين من خلالها؟ على بلو مورفيك ييست سيل ويد ترانسفيرز سبتا. طب ايش العلاج لمثل هذه الحالات المرضية؟ بعطي أنفوتروسيم بي وبعطي أتروكونازول. طبعا هذا الأشكال اللي بنحكي عنها. نيجي لنوع آخر من الأنواع الموجودة من الأوبورتونيستيك مايكوسيز. ايش بنطلق عليه؟ نيموسيستوسيز. نيموسيستوسيز نيموسيستوسيس. طبعا هذا النوع من الفطريات عن طريق ايش بصيب الانسان؟ انهيليشن اوف دروبلت نيوكلياي. طبعا ايش اللي بصير عندي نتيجه للانهيليشن لهذا النوع من الفطريات؟ بيؤدي الى انترستيشيال سيل نيمونيا. وغالبا وين بلاقيه موجود عندي؟ في الالفيولاي. طب مين اللي بسبب هذا نيموسيستوسيس؟ النيموسيستوزي بسببه نوع من أنواع الفطريات يطلق عليه نيموسيستس كاريني. نيموسيستس كاريني وعبارة عن إيش النيموسيستس كاريني؟ عبارة عن يوني سيليولار إيوكاريوت. يوني سيليولار إيوكاريوت
باستكمال الحديث في هذا الأمر، إيش بنقول؟ Initially it was considered، في البداية تم التعامل معه على أساس إنه إيش؟ بروتوزوا، ولكن الآن تم اعتماده والتعامل معه كمين؟ كفطر. ليش؟ لأنه share biological features of both the groups، وجدوا إنه يشارك بعض الخواص البيولوجية والملامح البيولوجية للمجموعتين، للفطريات ولمين كمان؟ للبروتوزوا. يعني هذه الشغلة اللي خلتنا نحكي عنه هيك، إنه بجمع features للفنجاي والبروتوزوا. طب إيش اللي الفيتشرز للنيموسيستس كاريني؟ غالبا بنصبغه بمين؟ بفانجال ستين. زي مين عندي من الصبغات المشهورة اللي بأصبغه فيها؟ زي الجي ام اس، جروكوت بيثنامين سيلفر. ايش طبيعته هذا النوع من الفطريات؟ doesn't grow in fungal culture media. هذه المعلومة بنحطها بدويرة لأنها كتير مهمة، يعني بتذكرني زي مين طلابنا؟ زي لما حكي على الكلاميديا، هل الكلاميديا بقدر ازرعها على بلود اجار او ماكونكي؟ بقدرش، لانه انترا سيلولار باثوجين وطبيعتها هذه البكتيريا، اللي بدي ازرعها بزرعها على سيل كلتشر. بالمقارنه انه في عندي انواع من الفطريات زي نيوموسيستس كاريني. نيوموسيستس كاريني بنموش على كلتشر ميديا. لو بدي انا اتعرف عليه زي اللي قصة، زي قصة الكلاميديا هناك في البكتيريا. إن أنا إيش بتطلب عندي هنا؟ تشو كلشر وسيل لاين عشان أتعرف عليه. وجدوا بما إنه بيحمل ميزات قريبة لمين؟ للبروتوزوا، ولمين كمان؟ الفانجاي. فممكن إنه يكون سسبتبل لإيش؟ إن هذا النوع من الفطريات لأنتي بروتوزون إيجنت زي بنتاميدين. insensitive to antifungal. ليش طيب هو يعتبر insensitive للantifungal؟ قولي لأنه هو ينقص مين عندي؟ أورغوستيرول. عشان هيك نتذكر هذه المعلومات جيدا. insensitive to antifungal. ليش insensitive للantifungal؟ لأنه لا يحتوي في الممبرين تبعه على الأورغوستيرول، بينتج كايتن. سيست وول الترا ستراكشر سيميلر لمين؟ للاسكومايسيتس. عشان هيك ايش اطلقوا عليها باسم مين؟ اتيبيكال فانجس. لذلك اطلق عليها اتيبيكال فانجس. تمام. لايف سايكل. ايش اللايف سايكل؟ بتمر ب المراحل، لأنه قلنا احنا في بعض الخواص من البارازايت صحيح، وبالتالي قسموها الى ثلاث مراحل. شو هي المراحل؟ تروفوزويت اللي تعتبر اسيكشوال، وهذه فيل اوف الفولاي، فيل دي الفولاي. سيست اللي هي سيكشوال، وفي عندنا سبوروزويت. اللي تعتبر intracystic body. تمام. طب الترانزيشن فيس الموجودة عندي ما بين تروفيك و سيستيك ستيج، ايش بنطلق عليها اسم مين؟ بريسيست، او بيطلق عليها اسم مين؟ السبوروسيست. يعني المرحلة الموجودة ما بين التروف والتروفوزويت وما بين السيست، بنطلق عليها هذه المرحلة ايش؟ سيست ستيج، ويطلق عليها بريسيست أو سبوروسيست. هذه تفصيلا بالمعلومات عن هذا النوع من طفيل الفطريات. كلينيكال فيتشرز. قديش عند الانكوبيشن بيريود؟ اللي هو من 4 إلى 8 أسابيع. ايش في عندي من ضمن كلينيكالي؟ وين بالضبط بلاقي الاشكاليات موجودة عندي؟ يمكن انه تكون عندي بالمونري، وممكن تكون اكسترا بالمونري. بالمونري مانيفستيشن
واللي انا غالبا الجحه تبعته نون برودكتيف كاف. وش بلاقي؟ عندي ديسبنيا، يعني في التنفس شويه صعوبه، فيفر، حراره، سكندري انفكشن. ايش ممكن الاقي عندي؟ سيانوسيس، الزرقاء، ليت ساين، هذه في مرحله متاخره من الاصابه. الاكسترا مانيفستيشن ان ادفانس اتش اي في انفكشن. ايش بلاقي غالبا في الاكسترا بالمونري مانيفستيشن؟ بلاقي عندي ليمف نود، بون مارو، سبلين، ليفر، ستومك، سمول انتستاين، بانكرياس، ثرويد، ذا ايز. هذه مناطق اكسترا بالمونري يمكن ان يعرض فيها للاصابه. سي ان اس، وهذه غالبا ما نجدها السي ان اس وقتيش في الليت كومبليكيشن في مرضى الايدز. راديو دياجنوسيس، كيف بنعتمد عليها في التشخيص؟ التشخيص بيعتمد على مين؟ جراوند جلاس اور هوني كومب لايك. غالبا نجد انه كلاسيكال فايندينج ان نيموسيستس كاريني نيومونيا، هذا الشكل اللي انا بأجده في الراديو دياجنوسيس في حالات الكلاسيكال فايندينج في النيموسيستس كاريني نيومونيا، بلاقي عندي هوني كوم لايك ابييرنس. اللابراتوري دياجنوسيس، في اللاب دياجنوسيس ايش بلاقي؟ سي دي 4 عند هذول الناس اقل من 200 سيلز بير مليمتر مكعب. الكلينيكال سبيسيمن اللي باخذها للحالات هذه المرضيه زي مين؟ زي سبوتم، برونكو الفولار لافاج، وايش كمان عندي؟ لانج بايوبسي. هذه العينات اللي ممكن ناخذها لمثل هذه الحاله المرضيه. دايركت اكزامينيشن، ممكن استخدم سيلكتيف ستين زي مين حكينا؟ زي جي ام اس، الجروجوت بيترامين سيلفر، والتولودين بلو، صبغات انتقائيه خاصه. لانج بايوبسي، فروثي اديما فلود ان الفيولاي، في بعض الحالات لما يكون في عندي اديما، سائل اديما موجود في الالفيولاي بناخذ لانج بايوبسي، الطبيب المختص طبعا. ايش من الحاجات اللي بتساعد ايضا؟ اللي هي اميون فلوريسنس، طبعا بيلعب دور هام في عمليه التشخيص الاميون فلوريسنس. ايضا كلتشر، نعيد الكلام تاني وناكده، وهو ايش ماله؟ لا يمكننا ان تنمو على مين؟ على كلتشر ميديا، وانما تتطلب ايش عندي؟ تشيو كلتشر. لو جينا تشيو كلتشر او سيل كلتشر، فوجدوا مثلا على سبيل المثال زي مين؟ اي 549 كونتينوس سيل لاين. هذا ديرايفد من مين؟ من هيومن لانج ادينوكارسينوما سيلز، تمام، هذا نوع من السيل لاين اللي انا بستخدمه. ايش في كمان عندي؟ الهيومن امبريونيك لانج فيبروبلاست. هاي كيف ممكن انا اعمل سيل كلتشر باستخدام مين؟ اي 549 كونتينوس سيل لاين، او بستخدم الهيومن امبريونيك لانج فيبروبلاست اللي هو W138، تمام. من حيث التريتمنت والبروفيلاكسيز، ايش ممكن اعطي انا؟ كومباينيشن ثيرابي من مين بعطيه؟ كومباينيشن ثيرابي من الترايميثوبريم وسلفاميثاكسازول، بعطيه اي في انترافينس، هذا دراج اوف تشويس. في عندي ايضا بنتاميدين ايزوثيانيت اللي هو بعطيه اي في، خصوصا للناس اللي ايش مالهم؟ اللي ما كانت توليريت بيقدروش ينعطى لهم او يتحملوا او بجاوبش معاهم، مين عندي؟ ترايميثوبريم سلفاميثاكسازول. دابسون ايضا هذا النوع يعتبر من العلاجات. موسيلينيوس اوبورتونيستيك فانجاي، وجدوا انه في ايضا هناك بعض الانواع من الاوبورتونيستيك فانجاي زي مين على سبيل المثال؟ في عندي ريسنتلي استابلشت فانجال ايجن زي مين؟ زي ترايكوسبورون، زي جيوتريكام، زي رودوترولا، زي ساكرومايسيز. كل هذه تعتبر
أنواع من أنواع الفطريات اللي تعتبر اسمها opportunistic. الساكروماسيس بسموها باكرز ييستا. ميسيلينيوس مايكوسيس مثل مين على سبيل المثال؟ أوكيولومايكوسيس. وين هذا بتصيب الأوكيولومايكوسيس؟ الأوكيولومايكوسيس عبارة عن فانجل ديسيز اوف مين؟ اوف اي، للعين. ايش بتعمل عندي هنا؟ مايكوتيك كيراتايتس، واللي هي غالبا فولو مين؟ كورنيال تروما، وغالبا تكون ناتجة عن مين ايضا؟ الاوفر يوز لمين؟ للكورتيكوستيرويد. ايوه. ايش في كمان التهابات ممكن تحدث بالعين نتيجة هذه الانواع من الفطريات؟ اندوبثالمايتس. وكذلك ممكن ايش عندي يصير؟ انفكشن للاوكيولار ادميكسا، هذه تعتبر كلها اوكيولومايكوسيس تسبب عن طريق انواع من الفطريات الانتهازية. مين ممكن يسببها من انواع الفطريات هاي؟ زي مين على سبيل المثال؟ زي الاسبرجيلاس، الفيوزيريوم، الكانديدا البيكانس، تريتمنت لوكالي، امفيتروسين، ومين كمان عندنا؟ نستاتين. هاي عندي جرام ستين سكرابينج فروم كورنيال ألسر، وهذه طبعا اتخذت من فارمر هو هذه بيس اوف فيجيتابل باتر امبيدد وين موجوده في الكورنيا. طبعا تم زراعه هذه العينه في بيور كلتشر، تم الحصول على بيور كلتشر منها، ومن ضمن الفطريات اللي كان لها دور في التسبب اللي هي مين؟ اسبرجيلاس فيوميجاتس. اوتومايكوسيس، وين اوتومايكوسيس؟ انها بتصيب وين؟ بتصيب الاذن، وغالبا مين بسببها؟ الاسبرجيلاس سبيشيز، وتعتبر ايش؟ سكندري لمين؟ لبكتيريال انفكشن انجري او اكسسيف اكوميوليشن اوف سيرمون اللي هي الوكس، الشمعيات، الشمع. فاذا ممكن يكون عندي بعض الفطريات لقي انه الالتهابات اللي في الاذن مش مشكلتها نوع بكتيري، نوعها فطريات. زي مين؟ زي الاسبرجيلا سبيشيز اللي تعتبر سكندري لمين؟ لبكتيريال انفكشن. مايكوتيك بويزنينج، طبعا حتى في عندي نوع من التسمم ناتج عن انواع من الفطريات، في نوعين، في عندنا مايسيتيزم ومايكو توكسيكوسيس. ايش المايسيتيزم؟ المايسيتيزم غالبا هذا النوع من الفطريات ايش ماله؟ الفانجس از ايتن، وعندما يؤكل ايش بيعمل عندي؟ توكسيك افكت، تاثير سمومي. وين بترك اثره؟ في الجي اي ديسيز، في الجاسترو انتستاينال ديسيز، في الدرماتايتس وديث. طبعا في عنا انواع منه، بسيروبسي اللي هي سبيشيز، بسيلوسايبي سبيشيز احد الانواع اللي ممكن تعمل مايسيتيزم. مايكوتوكسوسيس اللي هي محاضرتنا القادمة اللي حتكون حديث عنها، عن مين؟ عن مايكوتوكسنز اللي بتعمل مايكوتوكسوسيس. اللي هي وين مشكلتنا؟ وين هان المشكلة تاعتنا؟ مشكلتنا انه الطعام نفسه ملوث بمين؟ بفانجل توكسن. مين على سبيل المثال من التوكسن اللي حنتحدث عنها في المحاضرة القادمة؟ الافلاتوكسن. طبعا اللي مين بينتجوا الافلاتوكسن؟ الاسبرجيلاس فلافوس. تمام، هيك بنكون انهينا محاضرتنا في الاوبورتونيستيك فانجاي. اتمنى المعلومات تكون واضحه ومفهومه، وان شاء الله نلتقي بعد ذلك في محاضره المايكوتوكسن اللي هي حنتحدث عن المايكوتوكسوكوزيز اللي بتسببها المايكوتوكسنز اللي شرحنا، اللي هي اخر نقطه كنا بنحكي فيها، فهنتحدث عنها في شابتر مفصل في الشابتر القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.